طلوع شمس 28 رمضان عشان اعرف الليله اللي فاتت ليله 28 رمضان هل كانت ليله القدر ولا لا. الساعه دلوقتي 6:08، 6:08 ده موعد شروق الشمس في مكه. احنا دلوقتي المفروض ان الشمس تشرق، لكن نظرا للجبال الكبيره اللي احنا قدامنا دي فاحنا بيتعذر علينا ان احنا نشوف شروق الشمس الا بعد 5 دقائق او 4 دقائق تقريبا من شروق الشمس. دلوقتي المفروض ده موعد شروق الشمس في مكة. اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا في اللايف، وانا هحود لكم كده ناحية المكان اللي المفروض الشمس هتشرق منه. هو ده خلاص يا جماعة، هنحود كده، ده اللي قدامكم ده الحرم، وبعدين انا حودت اهو على المكان اللي المفروض نشوف منه شروق شمس 28 رمضان. خلاص هنا المفروض شمس 28 رمضان تشرق من هذا الاتجاه اهو، واضح ان في حمار في الجو. اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا في اللايف، واشكركم شكرا جزيلا على اللايكات والرسائل الحلوه والحاجات الجميله اللي بشوفها منكم، والله العظيم حاجه في منتهى الجمال والمتابعه مع الناس كتيره بكتير جدا. وفي عندنا فيديوهات الحمد لله معديه يعني ملايين المشاهدات، حتى فيديو امس معدي ال 4 مليون مشاهده على تيك توك، وعندنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعندنا على انستجرام، في كل مكان بننزل الفيديوهات، فالحمد لله الناس متابعه بشكل كبير جدا جدا. مروه بتقول مش بتابع غير التحري بتاعك، والله تسلمي يا مروه، بس تابعوا برضه تحريات لو في تحريات تانيه للناس، لان انا شخصيا بتابع كل الناس برضه، في ناس موثوقه بتابعهم. ليه؟ عشان لو انا تعذر علي اي رؤيه بسيطه بحاول اظبط الدنيا مع الناس التانيين. وفي حاجه تانيه، يوم امس انا قلت انه استحاله يكون شروق شمس ليله القدر اللي هو ليله 27 رمضان، ما كانتش ليله القدر يعني بحاجه، وانا قلت مستحيل تكون ليله القدر. وانا يعني لقيت ناس كتيره جدا في التعليقات خصوصا على تيك توك، لقيتهم باعتين يقولوا لي العلم عند الله، وانت تقول لي ازاي مستحيل وما تقولش ازاي مستحيل والكلام ده. في حاجه اسمها يا جماعه 1+1=2، والكلام ده مش كلامي انا، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الليله دي بالليل اللي هي ليله القدر بالليل لازم تكون ليله طلقه سامحه، يعني لو الجو حر هتبقى لطيفه، لو الجو ساقعه برضه هتبقى الليله دي بالذات لطيفه عن بقيه الليالي العشر الثانيه. وده عكس اللي حصل تماما في ليله 27 في مكه. الليالي كانت يعني حاره، والليله دي كانت صهد، كانت حر جدا جدا ليله 27. تاني حاجه قالها النبي عليه الصلاه والسلام ان الشمس في صبيحه هذا اليوم تخرج بيضاء، وخلي بالكوا لان في ناس كتير بتبعت لي رسائل مش فاهمين يعني ايه بيضاء، كل الناس مصوره لي الشمس وبعتين يقولوا لي ده شروق الشمس، اهو الشمس عندنا بدون شعاع. بدون شعاع ازاي يا ابني؟ إن شروق الشمس بيضاء ده معناها ان في قمر طالع، قمر مش شمس، الشمس بتخرج كده كانها القمر بالظبط، ممكن يكون حواليها حمار بسيط لكن هي بتبقى زي القمر، انت باصص لها لغايه ما تطلع فوق بتبقى زيها زي القمر بالملي. وانا عن تجربه انا شفت الكلام ده بعيني، لان في ناس تانية بتقول لي ما فيش حاجه اسمها شروق شمس من غير شعاع. طيب الناس اللي لسه بتقول لي لغايه النهارده ان شروق الشمس امبارح كان قمر، فده بالتاكيد مش عندنا، مش اللي انا شفته في مكه. اللي انا شفته في مكه يا جماعه ان الليله كانت حاره جدا جدا اكتر من الليالي اللي قبلها، زائد شروق الشمس تاني يوم كان بوهج غير طبيعي، فكلام النبي عليه الصلاه والسلام مصدق 100%، عشان كده بقول لك مستحيل. لكن هو علمها عند الله طبعا، انا ما بقولكش ان دي ليله القدر، انا بقولك ان دي مش ليله القدر. ليه؟ لان النبي قال 1+2=4. طيب على فرض ان انت لقيت ليله لطيفه والشمس تعذرت عليك شويه، يبقى احتمال تكون ليله القدر، ما اقولكش ليله القدر لان دي علمها عند الله. لكن لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا لو حصل كذا ما تبقاش ليله القدر، وده كله حصل، يبقى هي فعلا مش ليله القدر. الشمس طلعت حمراء جدا وبوهج غير طبيعي مجرد شروقها، زائد ان الليله كانت حر بطريقه اوفر اكتر من الليالي اللي قبلها بكتير. فدول حاجتين يتنافوا تماما مع موضوع ان ليله 27 كانت ليله القدر. وانا بقول لك اللي انا شايفه بعينيا واللي حسيته طول الليله
ليلة 27 رمضان ما كانتش ليلة القدر بدون جدال. فالناس اللي بقى زعلانة مني وعمالين يقولوا لي ما تقولش مستحيل ده علمها عند الله، أنا بقول لك اللي اتقال لي من النبي عليه الصلاة والسلام واللي أنا شفته واللي أنا وريته لك قدام عينك كمان. فعشان كده بقول مستحيل، بس ده كل القصة. لكن في كل الأحوال ليلة القدر علمها عند الله. خلاص، أقرب ليلة دي يا جماعة هقولها لما نخلص الليالي، لأن ليلة 29 قد تكون ليلة القدر. يعني احنا الوقت بنتحرى شروق شمس 28 رمضان اللي هو ليلة 28 رمضان، ومع ذلك في ناس بتقول لي انت ليه بتتحرى الليالي الزوجية رغم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الليالي الوتر. ايوة، لان في ناس عندهم النهاردة دي ليلة 27 رمضان، النهاردة في المغرب وبعض الدول العربية والاسلامية في اسيا دي عندهم ليلة 27 رمضان، الشروق ده شروق 27 رمضان عندهم. عشان كده يا جماعة انا قلت للناس، عملت فيديو قلت للناس سيبك من الليالي خالص، سيبك من الجدل، وما تقعدش تقول لي قطط وكلاب بتنبح وعصافير بتزقزق وحاجات كتيرة، سيبك منها تماما، وما تقعدش تقول للناس انتوا بتتحروا ليه، وفي ناس بتشتم الناس اللي بتتحرى، وفي ناس بتقول كلام، في حاجات كتيرة قوي شفتها في التعليقات. سيبك من الجدل ده كله واشتغل زي ما احنا بنقول العشر ليالي. التحري ده ان انا اشوف الليله دي امتى، النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال تحروها، يعني ابحثوا عن الليله، ابحثها، بس ابحثها عن ايه بقى؟ انت بتتحرى الليله وتشتغل، مش تتحرر الليله وسلام عليكم وخلاص، فاهم ازاي؟ فهو ده اللي انا بقوله للناس، تحروا الليله لكن اجتهد في كل الليالي، بس هو ده الحاجه الاساسيه، وابعد عن الجدل خالص. واما تلاقي واحد بيقول والله انا حسيت ان الليله دي ليله 21، تقولوش لا انت غلطان، لا مش عارف ايه، مجايز الناس دي حست يعني اجتهدت لربنا سبحانه وتعالى في الليله دي، دعا دعاء، عمل اي حاجه ربنا تقبل منه، فقذف في قلبه بعض الراحه فحس ان هي ليله القدر. طبيعي جدا، لان ليله قدرك هي فعلا الليله اللي ربنا تقبل منك فيها. فلما ربنا يتقبل منك اعرف ان دي ليله قدرك، خلاص انت خدت كل اللي انت عايزه. لكن ليلة القدر اللي هي اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنها، معرفش هي لسه ما جاتش اهي، انا ده بوجهة نظري لغاية دلوقتي، انا ما يعني ما اقدرش اقول ان انا شفت ليلة القدر خالص. الاقرب ده هقوله لما اشوف ليلة 29 رمضان، اقول لك بقى الاقرب ايه. انما احنا لسه ليلة 28 رمضان اهو بنشوف شروق الشمس، لسه اليوم اللي جاي اللي هو خلي بالك بقى من علامات الليلة، ان اليوم بتاعها يبقى لطيف، اليوم يبقى لطيف، والنهارده الصباح ده طالع لطيف، ماشي؟ يعني ممكن الليلة بعد أذان المغرب النهاردة تبدأ ليلة 29 رمضان، ممكن تكون ليلة القدر، الله أعلم. لا يلقاها، أنا قلتها 100 مرة، لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنت يا معلم اجتهد عشان تلقاها، غير كده ما أقدرش أدي لك أي معلومة تانية. يعني ده اللي أنا أقدر أقوله لك. إحنا بنعمل تحري على اساس حاجتين، اول حاجه اللي انا بوريه لك دلوقتي بعد الليله وهو شروق الشمس، لازم تكون الشمس زي القمر وهي بتصعد. الحاجه الثانيه اللي انا بقولها لك هي ان اللي انا بشوفه في الليله في مكه، في مكه في ام القرى، ان الليله لازم تكون لطيفه، فلو الليله كانت حر شكرا مش هي ليله القدر. وتاني حاجه الاقي الشروق احمر يبقى هي ما كانتش ليله القدر 100%. خلاص، الناس اللي عماله تقول لي الاقرب لحد دلوقتي، يا جماعه ركزوا، بعد ان شاء الله، بعد ان شاء الله يوم 29 هقول لك، لان انا هجيب لك الصور، ما ينفعش اقول لك بالبق كده، لازم اجيب لك صوره الشروق ده وصوره الشروق ده وصوره الشروق ده، واعمل لك مقارنه بينهم كلهم، واقول لك ده هي كانت الاقرب، واجيب لك الحاجات الموثوقه الثانيه. لان انا في ناس بتبعت لي من الهند، في ناس بتبعت لي من مصر، من الاردن، منين تاني، من الجزائر، في ناس من ليبيا، في ناس كتير جدا بيبعتوا لي الصور اللي هم بيصوروها، لكن للاسف في ناس اكتر بتبعت ويقعدوا يقولوا لي اهي شمس من غير شعاع، هي شعاع ساطع. فالناس يا جماعه مش عارفه ان الشمس دي لازم تبقى زيها زي القمر. عارف القمر البدر اللي انت بتشوفه في السماء؟ القمر البدر يبقى ده الشمس، انما يبقى فيها ملي شعاع، لا ما تبقاش هي شمس ليله القدر. خلاص، ولو انت ما شفتش الشمس اللي هي ما فيش فيها شعاع خالص، الشمس اللي هي قمر، يبقى انا اختلط عليا الامر وما اعرفش، ما اقولش ان هي دي كانت الاقرب ولا دي، انا ما شفتش بس كده. فعشان كده الناس اللي بتقول شروق شمس ليله القدر، وناس كتير بعتولي،
يا جماعة اللقطات اللي الناس بعتوها لي، كل الناس اللي بعتوا لي شروق الشمس بتاعهم كان فيه شعاع، لكن هو مش واخد باله. تصوير بالموبايل غير خالص الرؤية بالعين. خلاص طيب، احنا هنا واضح ان في شوية سحب هتمنع الرؤية شوية، واضح ان في شوية سحب هتمنع الرؤية شوية. عايز اذكر الناس بقى، اذكركم تاني، احنا هنا يا جماعة موجودين في مكة اهو، ده اللي هناك ده الحرم المكي، واحنا منتظرين شروق شمس 28 رمضان عشان نعرف الليلة اللي فاتت هل كانت ليلة القدر ولا لا. الشروق المفروض من نفس المكان اللي احنا مثبتين فيه الكاميرا ده، لكن هننتظر لغاية ما الشمس تظهر. طبعا الشروق من نفس المكان اللي احنا مثبتين عليه الكاميرا ده، لكن في شوية ضباب فاحنا مش شايفين شروق الشمس كويس. لكن دي ليلة 28 رمضان في مكة، وهي في الليالي الوترية المفروض، لكن الليلة دي ليلة 27 رمضان في بلد زي المغرب، زي الأردن تقريبا، وكمان في دول آسيوية، دول إسلامية آسيوية. طيب يعني إيه لونها لطيف؟ حنان بتسأل اللي هي إيه حنان، أنا مش فاهم. الناس اللي بتسأل الأسئلة، إحنا لسه ما شفناش الشمس يا جماعة. أنا شفت في الأول شوية حمار كده بشوية أشعة بسيطة، لكن ما شفتش الشمس من السحب. معايا اللي بعت لي الصور منين؟ وريني كده. اللي بعت لك صور من بنجلور، اهلا اهلا يا سلطان. ده اللي بيقول لي من الهند، مش كده؟ اللي بيبعت لي الصور من الهند، انت اللي بتبعت الصور من الهند؟ قول لي انت شفت ايه النهارده طيب؟ شفت ايه النهارده؟ طيب اللي قدامنا يا جماعه احنا مش شايفين الشروق كويس، لكن بعد الشروق بحاجات بسيطة كده كان واضح ان الاضاءة باينة على الجبل من بعيد ان هي فيها شعاع، لكن برضو انا ما شفتش الشمس، انا ما شفتش الشمس خالص. واليوم ده واضح انه هيبقى يوم لطيف، يعني تحس كده ان الجو حلو النهاردة. فاليوم اللي يبقى فيه الجو حلو خلي بالكو، ده ممكن يبقى يوم ليلة القدر، اللي هو اليوم اللي بعده ليلة القدر. فخلينا نشوف، يعني احنا قدامنا دقايق مش هنقفل اللايف الا ما نتأكد 100% ان شروق الشمس ده ما كانش شروق شمس ليلة القدر. هعيد الكلام تاني للناس اللي بتبعت رسائل دلوقتي، الناس اللي بتقول انا كان احساسي حلو قوي في ليلة 21 23 25 27، كل الناس اللي بتقول انا كان احساسنا كويس في الليالي دي. صح، معاك حق، كل وقت انت اجتهدت فيه وربنا تقبل منك صلاتك او عملك او دعائك 100% بيقذف في قلبك الراحة النفسية والهدوء والسكينة، لان ربنا تقبل منك، انت مش متخيل، ده له اثر على النفس كبير. عشان كده انت بتحس تقول والله الله ده كانت ليلة جميلة، ما هي ليلة جميلة عشان ربنا تقبل منك اللي انت عملته. انت الاحساس الحلو بيوصلك بسبب كده، وكل الليالي ليالي جميلة، خصوصا العشر الاواخر من رمضان، وخصوصا على الاخص ليلة التاسع والعشرين من رمضان، اللي هي ممكن تكون اخر ليلة في رمضان. رمضان ممكن يكون 29 يوم، فاذا كان 29 يوم فدي هتبقى اخر ليلة من رمضان، والله اعلم جايز تكون ليلة القدر، احنا لسه ما نعرفش. فتبقى اخر ليلة من رمضان اللي ربنا بيعتق فيها الرقاب بشكل اكبر زي ما عتق طول الشهر. عارفين لله المثل الاعلى، يعني بيقول لك ان لما يكون في حد بيبني عماره او عامل مشروع او بيخلص في حاجه ويبقى عنده عمال كتير وشغالين وشغالين وشغالين، ويجوا في نهايه المشروع يخلصوه في اخر يوم، فبيقوم مديلهم ايه مكافآت حلوه على الحاجات الحلوه اللي شافها منهم طول الشهر.
فبيقول لك يعني لله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى بيجي في آخر ليلة من ليالي رمضان يقول إيه؟ هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يعني ما فيش واحد يقول يا رب أنا توبت فربنا يتوب عليه الوقت أهو، ما فيش واحد يقول يا رب أستغفر الله فربنا هيغفر له الوقت أهو دلوقتي حالا. دي آخر ليلة من ليالي رمضان. وعارف آخر ليلة من ليالي رمضان يعتق ربنا سبحانه وتعالى فيها من الرقاب، يعتق رقبتك من النار، يعني مش هتخش النار ولا هتشوفها، على قدر ما أعتق في الشهر كله. يعني سبحان الله، كل ليلة من ليالي رمضان بداية من أول ليلة ربنا سبحانه وتعالى بيعتق رقاب الناس، يعتق رقاب 50,000 20,000 100,000 على حسب. وبعدين يجي في آخر ليلة من رمضان ربنا سبحانه وتعالى يعتق رقاب عدد قد العدد اللي أعتق رقابته من النار من أول رمضان لآخر رمضان. عشان كده بقول لكم آخر ليلة من ليالي رمضان ليلة عظيمة جدا جدا جدا. طيب أنا مش شايف الشمس وما أعتقدش إن أنا هشوف الشمس دلوقتي، يعني أنا مش شايفينها، لكن إحنا أنا كنت شايف الحمار الشديد وكنت شايف يعني شوية إضاءة كده صعبة شوية، لكن حتى الآن أنا مش شايف شروق الشمس. إحنا كده فات من شروق الشمس قد إيه؟ أقول لكم بالظبط، فات حوالي 18 دقيقة، 18 دقيقة من شروق الشمس على فكرة، فإحنا مش شايفين الشمس خالص. وبما إننا مش شايفين الشمس تعالوا أوريكم مكة على ما الشمس تبان، لأن في سحب كبيرة مش مخليانا نشوف. بصوا يا جماعة منظر مكة، مكة من فوق الأخضر ده نادي الوحدة، ده ملعب تدريبات نادي الوحدة، مش ملعب نادي الوحدة، ده النادي نفسه اللي عليه التدريبات لكن مش الملعب نفسه. وآدي المسجد الحرام، هو الساعة اللي هناك دي برج الساعة، وتحت على طول قدامها المسجد الحرام. وآدي شوفوا بيوت كده في مكة وجبال، مكة كلها بيوت وجبال، بيوت وجبال، بيوت وجبال، سبحان الله. يعني واحد بيقول يا رب اجيب بي ام دبليو، هو ده اخرك في الدعاء؟ لا يا معلم، في حاجات تانية اكتر من كده. على فكرة يا جماعة ادعوا ربنا بالحاجات الدنيوية برضو، يعني صحيح مطلوب انك تدعي ربنا بالحاجات الاخروية، لكن ادعي ربنا كمان بالحاجات اللي في الدنيا. في حد بعت لي رسالة، ثانية واحدة كده، لو سمحت لايك وشير للبث المباشر لان المحتوى محترم جدا. تسلم والله يا ابو السيد، اشكرك شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا. الناس اللي عندنا في الفيسبوك يا جماعة اعملوا لايك للفيديو، الناس اللي على الفيس اللي على اليوتيوب، عندنا على اليوتيوب رقم برضو لا بأس به، اعملوا لايك للفيديو. الناس اللي معانا في اللايف اعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر قدر من الناس. الناس اللي على الفيسبوك كمان اعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس، خلي الناس تعرف ان ان شاء الله ان شاء الله كمان الليلة دي لم تكن ليلة القدر بنسبة كبيرة يعني، لكن خلينا نشوف. انا ما زلت مصر ان انا لازم اشوف الشمس، الا اذا فات كمان خمس دقايق وتعذر علينا ان احنا نشوف الشمس، فخلاص هبقى هكتفي بالجزء البسيط اللي احنا شفناه في اول الفيديو اللي يمكن يدل بنسبة كبيرة ان هي ما كانتش ليلة القدر. اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا في اللايف، ادعوا لي بالنجاح في الدكتوراه. دي شيماء، ربنا ينجحك يا شيماء، اول حاجة العمل، اجتهدي وربنا عليه التوفيق، واحنا ندعي لك ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب من العاصمة الجزائر، اهلا وسهلا سلطان او سلطانة. مصطفى عزوز بيقول ليلة 27، اكيد انت لسه داخل دلوقتي يا مصطفى عزوز، عشان انا اتكلمت كتير في موضوع ليلة 27 رمضان، من اكتر الليالي اللي انا متأكد ان هي مش ليلة القدر، والناس زعلت مني لما قلت مستحيل تكون ليلة القدر، لان كل اللي حصل فيها عكس احاديث النبي عليه الصلاة والسلام تماما. فعشان كده ليلة القدر ما كانتش ليلة 27، لكن ممكن تكون ليلة قدرك انت، لان ربنا قبل فيها ناس، انت تدعي وربنا يتقبل منك دعائك فتستريح جدا
فتكون دي ليله القدر بتاعتك، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. الناس يا جماعه اعملوا لايك للفيديو، عندنا عدد كبير في اللايف وما عندناش لايكات على قد العدد اللي موجوده، فاعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر قدر من الناس، واشكركم شكرا جزيلا. ام جود بتقول جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. بكر العشوش صباح الخير، صباح الخير يا بكر. ومين تاني؟ بناتي سر سعادتي اهلا وسهلا، صباح الخير يا بكر يا صديقي. محب الادب العلمي اهلا وسهلا. طبعا يا جماعه احنا كده الشمس شكلها مش هنشوفها، فانا شايف الاضاءه بتاعت الشمس بس، انا بكتفي بان انا شايف اضاءه الشمس. قدامنا بالظبط 5 دقايق كمان، هنستنى 5 دقايق كمان اذا قدرنا نشوف الشمس اهلا وسهلا، ما قدرناش هكتفي بالشويه اللي انا شفتهم في الاول اللي كان فيهم شويه اضاءه، يعني كان في شويه ان انت يعني تحس ان في اشعه بسيطه كده على السحب كانت باينه قوي، واشعه الشمس كانت معديه من بين السحب. ارجع لاول الفيديو كده ان شاء الله بعد ما نقفل اللايف، هتلاقي ان كان في شويه سحب كده ايه يعني باينه من الفيديو، باينه من شويه اشعه باينه من السحب في الفيديو ان شاء الله. ما زلت انتظر وحاسس ان انا كده ممكن استنى وقت اطول بكتير، فعشان كده بقول لكم هنستنى بالظبط كمان، يعني هي الساعه دلوقتي 6:30 صباحا بتوقيت مكه المكرمه، نستنى ان شاء الله لغايه 6:30 و5، لو ما شفناش خالص الشمس هنكتفي بالقدر ده. واقول لكم ان احنا يعني بصوا على بدايه الفيديو هتلاقوا ان كان في واضح ان كان في اشعه باينه قوي من بين السحب في وقت الشروق مباشرة، لكن برضو عايز اشوف الشمس. النهاردة يا جماعة اليوم بادئ لطيف لطيف لطيف، يعني اللي هو تحس ان اليوم كده مش هيبقى حر، فربنا يسهل ربنا يسهل. جزاكم الله خيرا، اشكرك الله شكرا جزيلا. احمد الرماحي جزاك الله خيرا، اخوك احمد من كندا حبيبي ابو حميد، الله تسلم. تحيه لك من قسنطينه، قسنطينه دي من احب الاماكن لقلبي. ده اكرم حبيبي يا اكرم، ونور الهدى شكرا يا صديقي. الفردوس طريقي بيقول الله يوفقنا، تسلم ان شاء الله، ربنا يوفقنا جميعا، ادعوا لي بالنجاح في حياتي، ربنا يوفقك يا رب. ادعوا لي بالشفاء التام والغنى التام، وارزقني الحكمة وأن أكون من أوليائه المخلصين. دي كريمة، اللهم أمين يا كريمة، ربنا يتقبل منك. ادعوا لي ربنا يهب لي 10 ملايين دولار قبل ما يأتي العيد، ده كردة. طيب يا ربنا يغفر لك الأول إن شاء الله، ويرزقك يا سيدي 20 مليون دولار قبل العيد، اللهم أمين. الأردن الناس بقى تقول لي، الناس اللي من الأماكن دي، في حد بيقول لي استنى، الاردن وفي السعوديه طلعت بشعاع قوي، ده مصطفى. طيب حبيبي يا مصطفى، الناس اللي في مصر يا جماعه، الناس اللي في ليبيا قولوا لي انتوا شايفين ايه. انا عارف لسه تونس والمغرب والجزائر لسه، بس تقريبا مصر دلوقتي ممكن يكون الشروق بدا في مصر. حياك الله اخي محمود، انا ما لحقتش اشوف الرساله. تحياتي من واد سوف، واد سوف الله يكرم واد سوف واهل واد سوف وكل الحبايب الواد سوف. ام اسينات والله العظيم واد سوف دي من احب الاماكن برضو، لان انا واد سوف يا جماعه اكتر مكان قعدت فيه في الجزائر، واد سوف قعدت فيه شهر كامل، بس طبعا شهر كنت مصاب، كنت واقع من على الجمل وقصه طويله كده وظهري اتكسر. ادعوا لي ربنا يصلح بيني وبين زوجي، دي ام ايه، ربنا يصلح بينك وبين زوجك، اللهم امين. ادعوا لها يا جماعه بظهر الغيب، لعل الله يتقبل منا ويستجيب ان شاء الله. تحياتي لك من مارسيليا، ربنا يتقبل منا ومنك ومنكم ويغفر لنا جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. شكرا ليك. ده مين ده؟ ابو فالنتين، ماشي يا عم فالنتين. الجزائر لسه بالليل، اه انا عارف ان الجزائر لسه بالليل، ده مين اللي كان بيقول لي الجزائر لسه بالليل؟
رفعت ابو السعود من مكة موافقين ان شاء الله. حبيبي يا عم رفعت. طيب تحياتي لك من مارسيليا. قلنا ده مين؟ الجزائر. مازال في الريد ده. هشام حبيبي يا هشام، صباح الخير، كل عام وانتم بخير. محمد حبيبي، محمد ان شاء الله عبودي يكون كويس. سلم على كل اللي عندك. السلام من تلمسان. ده محمد حبيبي يا محمد، تحياتي لك من ليبيا. حساني ماشي يا عم حساني، ادعي لي يا اخي ابراهيم. ده اسلام زواي من حي. يا جماعه في ناس ربنا يكرمك يا اسلام والله، يعني ويتقبل منك ان شاء الله ويغفر لنا ولك، اللهم امين. ولكل السامعين، في ناس يا جماعه بتبعت لي تفسيرات احلام. يا جماعه خلي بالكم ما يغركوش ان انا بعمل تحري ليله القدر، انا مش شيخ. في ناس بتبعت لي تفسيرات احلام، الناس عماله تقول لي انت دعوتك ان شاء الله انت اعز على الله مننا. مفيش الكلام ده، محدش يقول كده خالص يا جماعه. يمكن بس ان انا اروح الحرم ادعي لكم، ماشي، انما انا مش شيخ ولا انا مفسر احلام، انا راجل صحفي رياضي بتاع كوره. واخدين بالكم؟ انا راجل صحفي رياضي بتاع كوره، مش شيخ ولا داعيه ولا امام ولا مفسر احلام ولا الكلام ده خالص. لكن احنا بندعي هنا مع بعض عشان احنا من مكه، وعشان نامن على دعاء بعض. وممكن واحد يكون في اقصى الغرب في المغرب يامن على دعاء واحد في اقصى الشرق مثلا في عمان ولا حاجه، ولا حتى في الهند ولا في استراليا. فلا يعني هي دي الحاجه المميزه اللي في الموضوع، ان احنا يبقى في ود كده بيننا واحنا في اللايف، وده يؤمن على دعاء ده وربنا يتقبل منا جميعا. انما انا مش شيخ عشان افسر ولا مفسر احلام ولا داعيه ولا امام ولا الكلام اللي بيتقال لي ولا الحاجات اللي بتتبعت لي دي يا جماعه. فخلي بالكم بس عشان محدش يغلط ويعتقد ان انا شيخ. انا شاب عادي خالص، حتى بقى عندي 40 سنه دلوقتي، فيعني ايه، ولا شيخ ولا اي حاجه ولا ليها علاقه بالمشيخه من قريب او بعيد، عشان بس الناس تبقى واضح الكلام. والقصه كلها ان انا موجود في مكه فبدعي للناس بس، مش اكتر من كده. واحد تاني بقى ربنا يتقبل منا ومنكم يا شيخ. ماشي يا عم الله يكرمك. محمد بيقول لي الشمس في مصر فيها غيوم. ماشي يا عم محمد. طيب احنا هنا مفيش، انا مش شايف حاجه، يعني احنا كده خلاص الوقت ازف، بقت 6:36 دقيقه. احنا بقالنا حوالي 25 دقيقه 26 دقيقه في اللايف، صح 27 دقيقه دلوقتي في اللايف. ما يعني ما شفناش شروق الشمس، وهيتعذر علينا شروق الشمس، ممكن اجيبه لكم بعد شويه، لكن خلاص كده بنسبه يعني كبيره جدا مش هنقدر نشوف الشمس. لكن احنا شفنا في اول الفيديو، ارجعوا لاول الفيديو يا جماعه هتلاقوا شروق الشمس كان واضح الاشعه. يعني ارجعوا لاول الفيديو، اول حاجه في الفيديو خالص هتلاقوا ان كان في اشعه واضحه من بين السحب اثناء شروق الشمس مباشره، وهي مش باينه من الجبل، كان باين الاشعه بتاعتها. لكن احنا في الفيديو ده ما شفناش الشمس خالص. وبالسحب الكثيفة اللي موجودة دي هيبقى صعب جدا نشوف شروق الشمس. أم أمين لتعليم الكروشي بتقول أنا من الجزائر يا إخواني، ربنا يحفظكم، ادعوا لي أزور بيت الله الحرام، قلبي مشتاق لزيارته. ربنا يا رب يرزقك زيارة بيت الله الحرام، اللهم أمين. ويرزقكم جميعا يا رب، يا رب ارزق كل الناس يا رب زيارة بيتك الكريم. ما تفكروش في أي حاجة غير إن ربنا هو مسبب الأسباب، وهو قادر، خليكوا على يقين كده إنه قادر إنه يخليك بكرة موجود في الحرم. أنت شوف وأنت بتتكلم معايا كده، لو حسيت إن الموضوع أي واحد فيكوا تحت أي ظرف عنده، لو أنت على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، مش هتفكر في موضوع إن أنت ممكن قبل رمضان ما يخلص تكون موجود هنا في الحرم. ممكن بكرة ساعة صلاة المغرب تكون بتصلي المغرب هنا في الحرم. ادعي ربنا وربنا يعني ايه، وخد بالاسباب وانت تلاقي نفسك موجود ان شاء الله، حتى لو ما معكش فلوس. ايوه ربنا قادر على كل شيء وبيسبب لك الاسباب، وممكن تكون موجود هنا فورا. اللهم يعني تقبل منكم، ويا رب يرزقكم زياره بيته الكريم، اللهم امين. طيب احنا كده يا جماعه طولنا قوي، وانا بقيت على يقين ان احنا مش هنشوف الشمس خلاص.
يقينا كده احنا مش هنشوف الشمس، ولما نيجي نشوف الشمس هيكون فات اكتر من نص ساعة على الشروق. فمش عارف انتوا ايه رأيكم، نستمر نستنى شوية ولا نقفل بقى اللايف؟ قولولي نستنى شوية كمان ولا كفاية كده على اللايف؟ اللهم انصر غزة، اللهم آمين. طيب يعني نستنى كمان 5، أصل كده كتير. أنا مش عايز أطول عليكم عشان الناس اللي هتشوف الفيديو بعد اللايف حتى ما يبقاش يعني إيه، ما يبقاش حاسين إن الموضوع كبير قوي. خلاص نستنى شوية، طالما الناس قالوا نستنى شوية هنستنى شوية. جايز بين السحب كده تظهر الشمس، لكن هو الموضوع صعب شوية، لكن ممكن خلال دقايق. طيب الناس، ايوه حلو قوي، لمسات بعتت تقول لي ايه، في شروق شفتها بالرياض بيضاء وشروقها جميل جدا، بيضاء وشروقها جميل جدا. طيب بعدها على طول التعليق اللي بعدها على طول، محمد بيقول الشمس لها شعاع قوي. شفتوا يا جماعة، لان الناس فعلا ما بتبقاش واخدة بالها. الناس بيشوف الشمس هي بتشرق، كل شروق الشمس ساعات ما يبقى فيه ضباب او على البحر خاصة، شروق الشمس كده في معظم الاحيان بيظهر تحس ان هي ايه ده، ايه ده، ده قرص اهو، ده قرص باين اهو انا باصص له. ما ده طبيعي لان في ضباب وفي عوامل يعني في الجو كده على البحر وفي السحب، او اللي هي الضباب دي بتبقى مخليه الموضوع كده. هي الفكرة ان الشمس ما يكونش حواليها سحب خالص، وما يكونش فيه اي شعاع خالص، كانها قمر بالظبط. لو انت شفت ده صوره وابعته لي. معظم الناس، مش معظم الناس، 99% من الناس اللي بعتوا لي صور وقالوا لي ان هي شمس بيضاء، ما كانتش بيضاء على الاطلاق خالص. ويقول لي هي بيضاء اهي، يا ابني لا مش بيضاء. اكبر دليل على ان هي مش بيضاء ان انت وانت بتصور بالموبايل الحاجات اللي قبل الشمس باينه غامقه، فاهم ازاي؟ لما يكون في ضوء جاي لك من مكان يعني مثلا الشمس لو اشرقت دلوقتي وفي بيت هنا قدام الشمس الدنيا غامقه فيه، يبقى الشمس دي فيها اشعه بس الموبايل مش مبينه. طيب احنا هنستنى شوية كمان ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب الناس اللي بتبعت رسائل، تعالوا لما نقرا رسائل الناس المحترمة. هدى بتقول فين الشعاع الحين؟ مفيش شعاع حتى الآن لأن السحب مدارية الشمس خالص، لكن أنا شايف الأشعة يعني من بين السحب، تحس إن في إضاءة كده بين السحب بالعين كده ممكن أشوفها، وممكن انتوا برضو تشوفوها لو انتوا شايفين الاضاءة في السماء قوية شوية، فده برضو دليل على ان في شمس او في اضاءة، لكن انا مش شايف لسه الشمس نفسها، الشمس نفسها مش شايفينها. ايوه الشمس نفسها مش باينة اصلا، الشروق جاي من الاتجاه ده بالظبط، فلسه اما الشمس تشرق هنشوف كل حاجة بإذن الله. لا 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 مفيش أي حاجة. نحن الآن في السحور، ده فين؟ في الجزائر. مصر طلعت الشمس متوهجة، أيوة الشمس متوهجة. طيب حلو، الناس تقول لي وتبعت لي الرسائل، الناس يبعتوا لي يا جماعة صور الشمس اللي انتوا صورتوها. طيب خلاص كده، بصوا يا جماعة كده الوقت أزف، وكده واضح ان احنا مش هنشوف شروق الشمس خالص. نصف ساعة من شروق الشمس ده وقت كبير. لا تصدقوا والله، بصوا انا بدأت اشوف يعني اشعة للشمس اهو، تعال اظبط لكم الكادر شوية.
هتبدأوا تشوفوا أشعة كبيرة للشمس. إيه صح، هنروح عند شادي في مصر. أيوه صبرا جميلا، ماشي يا عم صبرا. كيف شمس اليوم؟ شمس اليوم ما ظهرتش عندنا بشكل كويس، لكن أنا بدأت أشوفه هو من بين السحب، بدأت أشوف إضاءة قوية جدا، لكن الشمس نفسها ما شفناهاش بسبب السحب. شفنا في أول البث، أول دقيقة في البث كان في الشمس، كان واضح إن في أشعة طالعة من بين السحب، لكن بعد كده السحب غطت على كل حاجة وما شفناش أي يعني إضاءة خالص. الناس اللي بيقولوا لي إزاي نبعت لك الصور، ابعتوا لي على الفيسبوك يا جماعة، هتلاقوا لينك الفيسبوك موجود تحت الفيديوهات. الناس اللي على اليوتيوب لينك الفيسبوك بتاعي هتلاقوه محطوط تحت الفيديو في الديسكريبشن بتاع الفيديو، خش عليه هتلاقي الانستجرام، هتلاقي الفيسبوك، ابعت لي على الفيسبوك او على انستجرام هتلاقي هرد عليك مباشرة يعني. لا بدأ يبقى في أشعة قوية جدا جدا من فوق السحب اهي يا جماعة، يعني ما اعتقدش ان الناس هتشوفها كويس في الفيديو، لكن احنا مش شايفين بصراحة، احنا مش شايفين شروق الشمس خالص في مكة. كل الناس اللي في مكة حتى الآن ما شافوش شروق الشمس. هي الفكرة مش البيضاء، هي ممكن تبقى لونها لون مايل للبرتقاني بس ما يكونش فيها أشعة. أنا عايز أقول لكم يا جماعة حالا حالا، أنا لما ببص للإضاءة اللي جاية على السحب عينيا بتوجعني. تخيل الإضاءة القوية اللي جاية على السحب لما بركز فيها عينيا بتوجعني، وده معناه إن في إضاءة قوية طالعة من الشمس. ده حقيقة؟ لا كده خلاص الشمس بدأت تبقى يعني ثواني، وهنشوف هنشوف لها شعاع قوي أهو، مزوم كده سنة، مزوم هنا في اليوتيوب سنة. بصوا يا جماعة في إضاءة قوية قوي، الحتة دي فيها إضاءة صعبة جدا أهو، المكان ده بالظبط أهو في إضاءة يعني عالية بشكل مبالغ فيه، وده يتنافى برضو مع إن الشمس بتخرج، بس خلي بالكم تخرج بيضاء لا شعاع عليها المفروض لفترة معينة، يعني نص ساعة ده كتير، لكن في مرات أنا بعد ما خلصت التحري ومشيت بقيت أقابل الناس في الشارع، أقسم بالله العظيم ده حصل معايا في مصر، بقيت أقابل الناس في الشارع أقول له لو سمحت، واحد عسكري واحد أمن في مكان، أقول له بص كده معلش معلش بص كده على الشمس، يقوم باصص يقول لي مالها، أقول له أنت باصص عليها كويس، أقول له أه، أقول له عينيك وجعاك ولا حاجة، يقول لي لا. بعد كان فات أكتر من ساعة تقريبا من شروق الشمس، وكانت الناس بتبص للشمس كانت عادي جدا. فزي ما بقول لكم كده في الشروق قوي قدامي، في السحب في إضاءة قوية جدا جدا، لكن إحنا ما شفناش الشمس 100%. تعالى بقى اما ايه نوثق بالكاميرا القوية بقى ونقول الكلمتين. طبعا بعد شوية الضباب شال كل حاجة، مش شايفين الشمس تماما، الناس في مكة ما شافوش الشروق الشمس لغاية 35 دقيقة من الشروق، لكن في إضاءة قوية جدا من ورا السحب، احنا شايفين إضاءة قوية جدا من ورا السحب. ده اللي اقدر اقوله لكم يا جماعة، ان في اضاءة قوية جدا من ورا السحب، لكن احنا ما شفناش شروق الشمس خالص. خلاص طيب اقدر اقول لكم يا جماعة ان في اضاءة قوية زي ما قلت لكم اهو، حتى الناس اللي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اعتقد لو انتوا بصيتوا على الإضاءة اللي طالعة من السحب هتعرفوا إن في يعني شعاع قوي 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 جاي من الشمس. فأشكركم شكرا جزيلا، أنا مضطر أقفل الفيديو عند هنا،
ويعني بنسبة كبيرة ما كانتش الليلة اللي فاتت ليلة القدر. احنا ما شفناش الشمس لكن شفنا أشعة قوية طالعة من ورا السحب، فدي يعني بنسبة كبيرة ما كانتش ليلة القدر. ما يعني خلاص ما عدتش هقول 100% والكلام اللي أنا بقوله ده، لكن الليلة أمس يا جماعة ما كانتش ليلة لطيفة قوي، يعني الجو برضو كان فيها شوية حرارة، لكن كل الليالي في رمضان ليلة قدر. طيب اللي جاي ايه بقى؟ اللي جاي ليلة 29 رمضان، ممكن بنسبة قليلة تكون آخر ليلة من ليالي رمضان، ممكن، لأن احنا بادئين بدري، وما اعتقدش ان رمضان هيخلص في السعودية ويكون النهاردة لسه يعني آخر يوم في رمضان، يبقى 28 رمضان في مثلا في بلد تانية، فدي تبقى حاجة غريبة قوي، واحنا يوم العيد يبقى يوم 29 رمضان في بلد تانية، لا برضو يبقى غريبة يعني، اول يعني تبقى غريبة جدا بصراحة. فاللي اعرفه ان ممكن يبقى عندنا العيد مثلا ويوم 30 رمضان في مكان، انما يبقى دي يوم 29 رمضان ده يوم عيد في السعودية، ده تبقى غريبة قوي. طيب ان شاء الله ان شاء الله الليلة اللي جاية هتبقى ليلة 29 رمضان، قد تكون آخر ليلة في ليالي رمضان، قد تكون ليلة القدر، فمحدش يفوت الفرصة. طبعا انتوا شفتوا الإضاءة خلاص كده بنسبة كبيرة، واضح كل حاجة، إضاءة قوية بشكل عنيف طالعة من بين السحب، يعني يعني ما تقدرش تبص، أنا بقدرش أبص للسحب اللي فيها الإضاءة دي لأن الشمس وراها، فواضح إن الإضاءة قوية جدا جدا بين السحب. ان شاء الله ما تكونش الليله اللي فاتت ليله القدر، وهنأكد لكم كل حاجه ان شاء الله بعد ليله 29، يعني يوم 30 رمضان ان شاء الله هنزل لكم تفصيلا كده كل الليالي حصل فيها ايه خلاص، والليله الاقرب هي ايه. لكن عايز اقول لك حاجه مهمه، واخر جمله هقولها لك في الفيديو ده، ان الليله اللي جايه دي قد تكون ليله القدر، بعد ما كل الناس قعدت تتعب وتدور تكون الليله اللي جايه دي ليله القدر، فيعني اوعى تفوت الليله اللي جايه ليله 29 رمضان، او ليله او ممكن تكون اخر ليله من ليالي رمضان، فيكون فيها عتق من النار حتى لو ما كانتش ليله القدر، فاوعى تفوت الليله. اشكركم شكرا جزيلا، وتصبحوا على الف خير.